حدثنا ابراهيم بن المنذر حدثنا محمد بن فليح قال حدثني ابي عن هلال بن علي عن عبد الرحمن بن ابي عمره عن ابي هريره رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لقاب قوس في الجنه خير مما تطلع عليه الشمس وتغرب وقال لغدوه او روحه في سبيل الله خير مما تطلع عليه الشمس وتغرب